السلام عليكم، مرحبا بكم في قصة جديدة ودائما مع عشاق القصص الواقعية. كيف نعرفوا الحروب اللي دازت في إفريقيا واللي مازال لحد الساعة، وبالخصوص دولة بوروندي. وقصتنا اليوم حول واحد المرأة اللي توفى الزوج ديالها في الحرب وخلاها مع 5 ديال الأطفال بعد معاناة والفقر والتشرد. استطعت باش تهاجر لأستراليا وتحصل على بيت ووظيفة رسمية، يعني تبدلت حياتها من الأسوأ الأفضل، وطلقت برجل آخر تزوجت به ونجبات معه 3 ديال الأطفال. ومن بعد مرور الوقت ما بين حزن وسعادة اضطرت باش ترجع لبوروندي، الأمر مهم، ولكن ما فخبرهاش بأن هذه الرجعة هي اللي غادي تغير حياتها وغتخليها تحضر الجنازة ديالها. إلا كنت من عشاق القصص الواقعية، ما تنساناش بلايك، ما تنساناش بالاشتراك، وخليو لنا نقد ولا تعليق ضروري منه. نبدأ قصتنا. قصتنا كانت بدايتها في سنة 2004، وهو بعد ما توفى زوج المسمى نويلة ريكوندو وتركب مع 5 ديال الأطفال، واستطعت باش تهاجر لأستراليا وتحصل على وظيفة وبيت، يعني بمساعدة مكتب مساعدة المهاجرين. وكانت سعيدة يعني في حياتها مع أطفالها 5، ودازت الأيام وجات الأيام، إلى حتى تلقات المسمى ألانغا كالالا، حتى هو يعني لاجئ من الغابون، وسبب الحروب كذلك اللي توفى فيها الابن ديالو والزوجة ديالو، يعني استطعت هو يهاجر أستراليا. ومن بعد ما تلقى مع نويلة استطعوا باش يتزوجوا، ورحلات من البيت اللي كانت فيه، يعني هاجروا البيت آخر ضواحي مالبرغ. وكان كالالا يعني كيعامل الأطفال ديالها بحرة أولاده، ودازت الأيام وجات الأيام، إلى حتى نجب معها كذلك 3 الأطفال، يعني المجموعة الأطفال ولا هو 8، يعني كانوا سعيدين في الحياة ديالهم. وبشهادة نويلة كتقول بأن كالالا يعني ما كانوش كيعانيوا من نقص في المادة، لأن كالالا كان يعني خدام مزيان وكان مستطع باش يتكلف بها وبولادها، يعني ما كانوش ناقصين مصروف كي غنقولوا بالعربيه. ومع مرور الوقت كتكتشف نويلة الجانب العنيف ديال كالالا، لانه تيغوت على اتفه يعني وابسط الحوايج، ولكن من بعد يطلب السماحه منها، يعني وكترجع الامور الى عادتها. ونويلة كانت عندها يعني واحد زوجة الاب في بوروندي، يعني كانت كتعتبرها في مكان امها، وهي اللي كانت تعطف عليها، هي اللي كانت تساعدها، يعني نويلة كتساعد داك زوجة الأب. وفي يوم من الأيام إلى كيجي خبر الوفاة ديالها، ويعني ضروري ما تمشي تحضر الجنازة. وبما أن كالالا يعني مرتبط بالظروف الشغل، يعني ما قدرش يمشي معها، بقى مع الدراري يعني في أستراليا، واستطعت يعني تسافر البوروندي. وبما أن بيت العائلة صغير، يعني خدات واحد الغرفة في الأوتيل اللي هو أوتيل بوجومبورا. ولكن نويلة يعني كانت متوترة، حاسة بتوتر، وكذلك مشتاقة لزوجها وأولادها، فلهذا يعني ما كانتش مرتاحة في هاد السفرة. وكيف قلت هاد السفرة هي اللي غتغير مسار الحياة ديالها. المهم بعد مراسم الجنازة رجعت نويلة يعني للأوتيل باش ترتاح، كيف كتقول بغات تمشي تنعس، وكتجيها مكالمة من عند كالالا الزوج ديالها اللي في أستراليا. المهم عودت له على المعاناة ديال داك اليوم اللي لقات، ويعني كانت بغات تمشي تخلل النوم. اش غادي يقول لها السي كالالا؟ قال لها يعني حاولي تخرجي لبرا، تفوجي شوية وتنزهي، ممكن تنسي التعب اللي داز عليك طول النهار. داكشي اللي غدير نويلة، ولكن هاد الخرجة اللي ما على بالهاش، نتابعوا قصتنا. المهم داكشي اللي غدير نويلة، يعني خرجت من الأوتيل وهي كتمشى كتحس بشي شخص كيراقبها ولا تبعها، يعني
ومن بعد دقائق اقترب منها وشهر المسدس ديالو في وجهها. لما صرخت قال لها لا صرختي مره اخرى غادي نقتلك ونمشي بحالي. المهم تتم اصطيادها للسياره ديالو اللي كانوا فيها ثلاثه اخرين مسلحين، وهكاك يعني ورغموها باش تجلس اللور ما بين داك الثلاثه اللي مسلحين للوراء. وسقت بها السياره حوالي 40 دقيقه، وفي داك 40 دقيقه كتقول نويله ما تكلم حتى شي واحد من يعني من الخاطفين، الى حتى وصلت حدا واحد المبنى مهجور تما كدخلوها وكيتم تكميب فمها يعني العدم باش ما تصرخش ولا شي حاجه. اللحظه ما نويله كتسمع بان واحد من هذوك الاشخاص كيتكلم في الهاتف وكيقول بحال تيخاطب شي واحد هو الرئيس، وتيقول بان كل شيء تم على ما يرام. ومن بعد كيحضر هذاك الشخص اللي هو الرئيس وكيوجه واحد الكلام نويلة اللي بقات مستغربه منه، وهو يعني قال لها اشنو درتي لهذاك الشخص باش تخليه يخطط لقتلك. تماك استغربت نويلة وردت بان ما عندها حتى شي علاقه سوء مع شي شخص، يعني ما عارفه والو. ولكن الصدمه هو تجاوبها يعني رئيس العصابه وتيقول لها الشخص اللي بغى يقتلك هو كالالا زوجك. تما كانت صدمه بالنسبه لنويلة وما صدقاتش يعني شي يقول هذا السيد، وباش غيثبت لها بان كالالا هو اللي باغيها تقتل كيكلموا هاتفيا وكيدير مكبر الصوت وتيخليها تسمع صوت كالالا. كانت صدمة بالنسبة لنويلة، ما تيقاتش يعني الشخص اللي كان هذه ساعات وهو تيواسيها، ولا الشخص اللي هذه 11 سنة وهي عايشة معاه يمكن يخطط لقتلها. هذا هو اللي ما قدرتش تستوعبه نويلة. المهم من بعد كتسمعهم كيتفقوا كيفاش غيتم قتلها. تماك يعني نويلة انهارت وسلمت امرها بان هذه هي النهايه ديالها. وفي لحظه كيجي واحد من العصابه اللي عندها وكيخبرها بانهم ما تقتلوش الاطفال والنساء. تماك نويلة يعني تنفست سعداء وارتاحت، وهو يخاطبها كيفاش ما لاحظتيش بان كالالا كان ديما تيخطط لقتلك. ولكن نويلة ما كتذكر حتى شي حاجه، ما يعني بقات مصدومة غير من وهل الصدمة اللي تلاقات. بقات نويلة يومين يعني في ذاك المبنى. أما العصابة فهما اتصلوا بكالالا على أساس بأنهم يعني قتلوا نويلة، وبعت لهم يعني الفلوس المتفق عليها. أما العصابة فخبرت نويلة بأن عندها يعني مبادئ ما كيقتلوش الأطفال والنساء، ويعني خاصة تخوي البلاد في ظرف 80 ساعة لربما يكون كالالا يعني موصى عليها ناس اخرين اللي غادي يحاولوا القتل ديالها. وعطاوها واحد يعني بطاقة ذاكرة ميموري كارت فيها جميع التسجيلات الهاتفية اللي دازت ما بين العصابة وما بين كالالا، وكذلك التحويلات المالية اللي كان كالالا كيبعث لهاد الناس على اساس باش يقتلوا الزوجة ديالو نويلة. تماك يعني نويلة استطاعت باش ترجع لمالبورغ لاستراليا، وخبرت واحد القس وقالت له بان يخلي الامر يعني سر، ما يخبر حتى شي واحد على انها مازال على قيد الحياة باش تكشف للعالم حقيقة كالالا. اما كالالا يعني من بعد ما سمع بان الزوجه ديالو من طرف العصابه راه تقتلات، حاول يعني خبر افراد العائله بان دارت حادثات سياره في بوروندي وتوفات. شوفوا الكذاب فين غادي، يعني دارت قصيده وتوفات. وكان كيبدو عليه الحزن، ويعني والمعارف والاهل والاصدقاء كيواسيوه، يعني حزين لان الزوجه ديالو توفات. ولكن من سوء حظه ما مشاتش الامور كيف ما بغى، لان في 22 فبراير من سنه 2015 وبما هو كيوجد يعني المراسم الجنازه الوهميه ديال نويلة، قالت هذا الشرف يعني باش تحضر الجنازه ديالها، وبالفعل غادي تحضر الجنازه ديالها وهي متخفيه.
واش غدير خلات يعني حتى مشاو جميع الحضور وهي كتظهر الكلالة. تما الكلالة ما عارف ما يدير، بدا كيرتعد، شداتو الرجفة ما عارف باش تبلى، بدا كيجيب له الله بان تهيؤات في عقله، ولكن نويلة قربت منه وواجهته يعني بهذا الشيء اللي دار كامل. قلت له بانني ديما كنسامحك، ولكن هذه المره ما غاديش نسامحك لان الامور وصلت للقتل، ما بقى فيها سماح. واتصلت يعني بالشرطه اللي بالفعل بان الشرطه كان في اخبارها يعني الاحداث كلها، وتم اقتياد المركز الشرطه وواجهته الشرطه بالمنسوب اليه. يعني في الاول قال بان هذه يعني غيره منه، بانه كان خايف نويله غتمشي تتزوج عليه. كيف يعقل يعني امراه بتبنيه ديال الاطفال غتمشي تتزوج الزوج الثالث؟ هذا لا يعقل. مره اخرى قال بان الشيطان كيركب الانسان وتيخليه يدير شي حوايج يعني اللي ما كيقدرش يتحكم فيها، ابدا كيدخل ويخرج في الهضره. المهم واجهته المحكمه بالمنسوب اليه وتم الحكم عليه بتسع سنوات. طلب من الله قصتنا تكون عجبتكم اليوم. ما تنسوناش بلايك، اشتراك، تعليق ولا نقد، واستودعكم الله. والسلام عليكم.